تحية لكم أينما كنتم، جمعة مباركة وكل عام وكل يوم وشهر وأنتم بألف خير. تحركات عسكرية كما يبدو في إلى محافظة أبين. لا يتساءل الجميع من أعطى التوجيهات بهذا التحرك لصالح من في هذا التوقيت؟ ما مصلحة أيضا جماعة الإخوان من إجهاض مشروع اتفاق جدة؟ استمرار أيضا حوثنة التربية أو التعليم وخطر هذه الميليشيا الإرهابية الرجعية على مستقبل الأجيال، محوران أساسيان في هذه الحلقة. قبل أن أبدأ تفاصيلها أذهب كالعادة إلى عناوين الصحافة المحلية، أبدأها من وكالة خبر وأبرز ما جاء فيها. مصرع قيادي حوثي بارز في جبهة الحشا بالضالع. استمرار حملات جباية التجار ومالك صيدليات بالعاصمة صنعاء. الضالع مقتل وجر 15 حوثيا في معارك عنيفة غربي قعطبة. العميد دويد، ميليشيات الحوثي تواصل نهجها في الغدر والمكر. طالبات مدرسة في العاصمة صنعاء يرفضون ترديد الصرخة الحوثية. وكالة الثاني من ديسمبر. مسلحون حوثيون ينتشرون في الحديدة تحت يافطة تأمين فعاليات المولد النبوي. إنجازات ملموسة للهلال الأحمر الإماراتي في تأمين مياه الشرب الساحل الغربي. ميليشيا الحوثي تقر منع تنقل وسط صنعاء وخارجها دون إذن مسبق. الحوثيون يواصلون خروقاتهم في مديرية تحيتا. صحيفة عدن الغد. انسحاب السودان من اليمن أسباب خارجية ومخاوف من لعبة المحاور. حشود عسكرية للجيش في طريقها إلى أبين. صحيفة الأمناء. قوات الحزم الأمني في أحور تعلن سيطرتها الكاملة على المدينة. لقور، مقتل إرهابيين ضمن قوات شرعية لن يمر دون عقاب. موقع نيوز يمن. معركة الفساد باسم السيادة. حكومة جديدة لا تضم العناصر المحرضة، عيدروس الزبيدي يكشف بنود اتفاق الرياض. احتفاء بالمولد، جبايات حوثية مناطقية ضد مخابس صنعاء. ومن الصحافة المحلية إلى الصحافة العربية الدولية، أبدأه من الشرق الأوسط أبرز ما جاء فيها. العراق نحو انتخابات مبكرة بقانون معدل. عون يدعو إلى حكومة منسجمة لا تعرقلها الصراعات. الدوريات الأمريكية تعود إلى حدود سوريا. اختتام مبادرة الاستثمار بتأكيد قدرة السعودية على إنجاح قمة العشرين. السفير البريطاني لا يستبعد طلاق الحوثيين وإيران. بطش الإنقلابيين يطال الخبز في صنعاء. الحوثيون يحولون المولد النبوي إلى حفلات تحشد لجبهات الموت. صحيفة العرب اللندنية. تعديل قانون الانتخابات في العراق يعيد إنتاج نظام المحاصصة بنفس الوجوه. استقالة الحريري تركت حزب الله أمام غضب الشارع. العباءة لم تعد إلزامية، أجنبيات شاهدات على الانفتاح في السعودية. تأجيل توقيع اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والانتقال الجنوبي. بصمات تنموية إماراتية على قطاع المياه في اليمن. تحركات الإخوان تعطل توقيع اتفاق اليمنيين. تحركات عسكرية مفاجئة لحزب الإصلاح في محافظة أبين بهدف عرقلة اتفاق الرياض. صحيفة القدس العربي. إدارة ترامب تحجب 150 مليون دولار مساعدات عسكرية للبنان. الإدارة الأمريكية تنوي إضافة 5 دول عربية وإسلامية إلى قائمة الممنوعين من السفر للولايات المتحدة. مئات الآلاف العراقيين يتظاهرون ضد حكومة عبد المهدي في ثامن أيام الاحتجاجات. نيويورك تايمز. إيران خائفة على مصالحها في المنطقة، وسليماني زار العراق لمواجهة الانتفاضة الشعبية. أهلا بكم. إذن أرحب بضيوفي في هذه الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية عبد الرحمن العودي ناشط حقوقي. مرحبا بك يا عبد الرحمن. أهلا وسهلا بك. وعبر الهاتف أحييك، وعبر الهاتف الصحفي والسياسي فتحي بالأزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، وأيضا مستشار وزير التربية حسن القطوي. أبدأ معك يا أستاذ عبد الرحمن، يعني إذا ما تحدثنا عن استمرار حوثنة التعليم، اليوم أيضا وردت الصحافة أنه ما زالت رغم السخط الشعبي ضد هذه الميليشيا هنالك إصرار من جميع أبناء البلد أنه صرخة الموت الحوثية أو الصرخة الخمينية التي وردت البلد لا يمكن أن تنطلي على الوعي لدى المجتمع اليمني، إنما الإصرار هذا القائم. وأيضا
غياب الدور الحكومي حكومة شرعية وغياب منظمات الدولية والمجتمع الدولي الذي لا زال يتلاعب بالملف اليمني، إلى أين وكيف ترى ستكون النهاية من هذه الميليشيا؟ عموما أستاذي سعيد جدا أن يكون ضيف في قناة اليمن اليوم، قناة كل اليمنيين، وأنا من أكثر عشاق هذه القناة بصراحة. واسمح لي في بادئ الحديث أن أترحم على الشهيد الزعيم رحمة الله عليه والأمين العام. ثم بخصوص محور حديثنا، طبعا دأبت الميليشيا الحوثية منذ سيطرتها على صنعاء وبقية العواصم التي لا زالت خاضعة لهم على ملشنة التعليم، وكان في تعتبر من الركائز الأساسية التي بحثت أو كانت مهتمة بها الميليشيات الحوثية. فقامت بتعيين زعيم الجماعة والشقيق الأكبر لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، كما أيضا دأبت على تغيير المناهج الدراسية، وأضف إلى ذلك تغيير مدراء المدارس ووكلاء المدارس، وأنا واحد من اللي طالهم أعتقد هذه القرارات. يعني في معي أنا زوجتي كانت وكيلة مدرسة، بس فقط لأنها خالفتهم الرأي وخالفتهم المنهج، فقاموا بتغييرها بأحد أقرباء الميليشيات يعني اللي كانوا موجودين في المنطقة. وبرضه من تغيير المناهج أضف إلى ذلك ترديد الصرخة وترديد الشعارات الخاصة بهم بدل من النشيد الوطني. هذا بالنسبة للحركة الحوثية وإيش اللي بتفعله في معظم مدارس صنعاء والمناطق التي لا تزال تحت سيطرتها. عفوا أستاذي، أضف إلى ذلك هنالك الكثير من حالات الاعتقالات التعسفية لكثير من مدراء المدارس وكثير من الناشطين، لا سيما في مدارس حكومية. يعني أنا أعرف، وهذه أنا حبيت أطرحها على الهواء مباشرة، مدير مدرسة الطهيف في أمانة العاصمة، يعني فقط وكان من أنبل أنا كنت رئيس مجلس الآباء هناك، فكان من أنبل المدرسين أو من أنبل مدراء المدارس، لكنه لا زال معتقل حتى اللحظة، ولا أحد والكل يجهل مصيره حتى اللحظة. فين؟ بسبب أنه مخالف لهم الرأي والمنهج. نعم، إذا أرجو أن تبقى معي أستاذ للوقوف أمام هذه المعضلة وهذه المشكلة القائمة. معي عبر الهاتف أيضا الصحفي والسياسي فتحي بالأزرق، رئيس تحرير صحيفة عدن الغد. مرحبا بك أستاذ فتحي. مرحبا بك وبجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أحييك. ومساءكم سعيد. أستاذ فتحي، نتحدث اليوم أنت يعني في مسألة محور أنه أوردت صحيفتكم عن تحركات أو تحشيد عسكري إلى محافظة أبين، يعني لصالح من ومن أعطى هذه التوجيهات، ولماذا تسعى بعض الأطياف السياسية إلى إجهاض مشروع اتفاق جدة؟ حقيقة أن الوضع العسكري والأمني في محافظات عدن وأبين وشبوة مضطرب منذ أحداث الماضي وكل الأحداث والتطورات الحاصلة حاليا في عدن، في زنجبار، في عتق وشقرة وأحور، هي امتداد لحالة الاضطراب الأولى التي وقعت في عدن والانقلاب على الدولة وخرج مؤسسات الدولة. بالتالي تحركات الجيش في عتق وصولا إلى زنجبار، شخصيا أنا أرى أنها طبيعية تأتي في المنطقة التي تسيطر عليها قوات الشرعية، وشخصيا أستبعد أن يكون هناك أي هجوم على زنجبار أو أي محاولة للدخول عدن أو أي اشتباك، لأن الأمر ببساطة القوات التي في عدن باتت تحت سيطرة التحالف، والقوات التي في زنجبار والتي في شقرة والتي في عتق أيضا هي تحت إمرة التحالف، وبالتالي لا هذه القوات تملك قدرة التحرك دون إذن من التحالف، ولا هذه القوات تملك قدرة التحرك دون إذن من التحالف. لكن عموما كل الأطراف هي مدعوة للتهدئة، مدعوة للسلام، مدعوة لتطبيق مخرجات اتفاق رياض وعودة الحكومة وعودة الرئيس، عودة مؤسسات الدولة وإشراك المجلس الانتقالي في الحكومة. كل هذه أمور إيجابية، ونتمنى نحن كشعب يمني للأسف الشديد أرهقنا من الحرب والصراع الدائر سواء على مستوى اليمن وصنعاء أو على مستوى عدن. كل الأطراف مدعوة للتهدئة، ولا أعتقد أنه في مصلحة أي طرف من الأطراف إشعال تلك أي أزمة. نعم، طيب أستاذ فتحي، من خلال معرفتك هنالك من يقول البعض أنه ربما لديكم معلومات أحيانا حصرية، الصحف الخليجية اليوم تحدثت أنه تحركات الإخوان تعطل أو أدى إلى تعطيل اتفاق اليمنيين، وخصوصا التحركات المفاجئة في أبين،
يعني تعتقد أنه هذا الاتهام غير صحيح وأنه الاتفاق سيخرج إلى حيز التنفيذ؟ شخصيا حتى الإخوان أو نحددهم بشكل أدق، هو حزب الإصلاح مثلا هو موجود في الرياض وله علاقات قوية مع المملكة والتحالف وهو جزء من الحكومة الشرعية، لكنه يسيطر بشكل أو بآخر ربما على بعض الوحدات في مارب أو مناطق أخرى. لكن شخصيا لا أعتقد أنه هذا التحرك العسكري الذي يوجد في أعتقد أنه ربما يفشل الاتفاق. تلقينا تأكيدات أنه الاتفاق سيتم توقيعه الأحد، وربما كان التأجيل بسبب الأحداث التي حصلت مؤخرا في سوق قطرة، ربما في حوار كانت ردا ربما على ما حدث في سوق قطرة من تحركات عسكرية ومناوشة. نعم. بالتالي الاتفاق أعتقد أيضا أنه من ضمن الأسباب التي أدت إلى تأجيل الاتفاق هي دعوة بعض الشخصيات وإفساح الوقت لحضورها، ربما شخصيات من الداخل أو من الخارج. لكن أنا أعتقد وأجزم أن الاتفاق سيتم التوقع عليه يوم الأحد بحضور كل القيادات. والمهم أساسا ليس المهم التوقيع على الاتفاق، والاتفاق أساسا الكلمات مكتوبة على ورق وسيتم التوقيع عليها وسيتم التقاط صور تذكارية، لكن نحن نهتم بجزئية كيف سيتم تطبيق الاتفاق، ما هي آلية تطبيق الاتفاق، هل سيطبق الاتفاق على أرض حقيقة، هل سنرى عودة الحكومة، هل سنرى عودة المؤسسات، هل سنرى انتهاء عهد. نعم أستاذ فتحي، بصراحة من خلال الآن الواقع الأمني في عدن، يعني تعتقد أنه الأمور ستمشي إلى أفضل مثلا؟ ورغم دعك من العراقيل أو الاختلافات في الرؤى، في الأخير هل هنالك توجه حقيقي من التحالف ومن الحكومة ومن كل القوى السياسية على فتح صفحة جديدة وتفرغ للعدو، عدو كل اليمنيين الحوثي؟ سؤال عظيم جدا. طالما المملكة العربية السعودية تولت إدارة الأمور في عدن فأمامها تجربة فاشلة، عمرت تجربة 4 سنوات من الإضطهاد للمواطنين، للفوضى الأمنية، لنهب الأراضي، لانتشار ميليشيات. هذه التجربة أمام المملكة العربية السعودية، وأمامها خيارين اثنين. أما أن تواصل التجربة الفاشلة السابقة في دعم الميليشيات وسيادة الفوضى والصراعات المسلحة التي لا أمل ولا فائدة منها، أما أن تنتهك نهج تأسيس حقيقي لمؤسسات الدولة، دعم السلطات الأمنية التي يجب أن تكون معبرة عن كل أطياف المجتمع اليمني، وجود قوات حقيقية، ثم انطلاق وتحرير العاصمة صنعاء وتحرير باقة المناطق. لكن إذا استمر على نفس النهج السابق فأنا أضمن لك أو أؤكد لك أن الوضع لن يتغير وستستمر الفوضى. أشكرك. التجربة واضحة خلال 4 سنوات، وأنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية لن تواصل دعم هذه التجربة، بل ستبدأ مرحلة جديدة، وكل الأمل أننا نبدأ جميعا في عدن في مناطق أخرى مرحلة جديدة من عهد الدولة، لأن الميليشيات بكافة أشكالها أكدت لنا أن لا فائدة منها. نعم أشكرك، ونأمل أن تكون معنا أيضا في حلقة للوقوف أمام كثير من الأحداث في هذا البرنامج. أشكرك، كنت معي عبر الهاتف فتحي بالأزرق الصحفي والسياسي رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، شكرا جزيلا لك. إذا ما عدت إليك وعلى موضوعنا أستاذ عبد الرحمن العودي، يعني مسألة أنه استمرار حوثنة التعليم، ألا تعتقد أنه هذه قنبلة موقوتة يعني تهدد مئات الآلاف من الأجيال والنشأ، وفي ظل أيضا صمت المجتمع الدولي هنالك من تحدث عن 50 مليون دولار قدمتها قطر لهذه الميليشيا تحت مسمى الكتاب المدرسي؟ لا ندري هل الكتاب المدرسي السابق الذي ينص عليه الدستور والقانون، أم الذي خضع لإملاءات والميليشيات الحوثية؟ للأسف لجانب أيضا دعم اليونيسف لهذه الميليشيا وكثير من المنظمات المشبوهة. للأسف أستاذي غياب دور الحكومة، وأنا أكد هنا على غياب دور الحكومة. الحكومة للأسف مغيبة تماما في دهاليز الرياض، في فنادق الرياض، فبالتالي أغفلت الجانب التعليمي تماما. فعلى سبيل المثال يعني الطالب في صنعاء بات الآن عرضة للذهاب به إلى الجبهات والزق بهم في الجبهات، هناك عشرات بل مئات القتلى من الطلبة ومن صغار السن، وهو بسبب غياب الدولة. أضف لذلك المدرس، أنت وأنا والكل يعلم أن هنالك دكاترة في الجامعة بدأوا يبحثون على
على مصدر دخل، وبدأوا يفترشوا حتى الأرض والبيع على عربيات وبيع يعني أشياء لا تليق بمستواهم التعليمي كدكاترة في الجامعة. أضف إلى ذلك المنظمات، وأنا أخص تقريبا منظمة اليونيسف، اعتمدت كشوفات لمرتبات تصرف مرتبات كشوفات وهمية عدها الحوثيين. وقد يعني أنا عندي الآن كشف ب 746 معلم سيتم فصلهم خلال أسبوع إلى أسبوعين. لماذا؟ من أمانة العاصمة فقط، لأنهم يعني متغيبين، بحجة أنهم متغيبين على التدريس، مع أنهم وقبلها 750 أيضا، يعني 1500 فقط من أمانة العاصمة. أنا أتكلم على خلال شهرين 1500، ناهيك على بقية المحافظات التي لا زالت تحت سيطرتهم. يعني فبالتالي غياب دور الحكومة للأسف. أين سيذهبون هؤلاء؟ يعني هل تم استبدالهم من 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 تم استبدالهم وكشوفات؟ أنا عندي كشوفات لو تلاحظ كلها، كل الكشوفات مذيلة بالاسم الأخير الوشلي، الكبسي، شرف الدين، حسن الدين، خرب الدين، من هذه الأسماء اللي للأسف. إذن أرجو أذهب إلى ضيفي أيضا عبر الهاتف، حسن قطوي مستشار وزير التربية والتعليم. مرحبا بك دكتور حسن. حياك الله أخي الكريم، وأهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمشاهدين. أحييك دكتور. لعلك سمعت ضيفي عبر الأقمار الصناعية تحدث أنه غياب الدور الحكومي أدى أيضا إلى أن ميليشيا الحوثي تستفحل التربية والتعليم والنشأ والقنابل التي أو السموم والأفكار الدخيلة على بلادنا، ناهيك عن تحريف المناهج التعليمية. سمعت أيضا ضيفي يتحدث عن فصل حوالي 1500 تربوي، هؤلاء إلى أين سيذهبون؟ من سيستوعبهم وأسرهم؟ ما هو الحل يعني أمام هذه المصائب التي تتوالى؟ لا شك بأن المصائب تتوالى على القطاع التربوي وقطاع الأكاديميين في الجامعات. وهذا ليس غريبا على هذه الجماعات وعلى هذه الميليشيات الطائفية العنصرية، فهي عدوها الأول هم المعلمون وهم الأكاديميون في الجامعات. هذا العداء من قبل هذه الميليشيات هم يسعون من خلال هذا التجريف وهذه التصرفات الهمجية. يعني إذا أضفنا إلى ما ذكر الأخ من فصلهم لأكثر من 1500 من أمانة العاصمة لوحدها، فإننا إذا نظرنا إلى الجامعات فإننا سنجد أن كثير من الأكاديميون قد زج والكثير منهم هجروا إلى خارج اليمن، وهذا يجعل الميليشيات تزرع عناصرها المتطرفة والتي تحمل الأفكار العنصرية في الجامعات اليمنية وفي كذلك المدارس ومراكز التعليم، لأنهم يشعرون بأن من يقف أمام هذه الأفكار العنصرية الطائفية، من يقفون سدا منيعا وحصنا للشعب اليمني هم المعلمون والأكاديميون، وكل من يحمل الفكر والثقافة هم يعني ينظرون إليهم بهذه النظرة. ولذا يحاولون أن يهدمون هذا البناء من أجل أن تصل أفكارهم. طيب دكتور، أمام هذا التحدي كيف يمكن حماية هذه الشريحة من الاستهداف المباشر والمستمر من قبل هذه الميليشيا؟ أخي، وطرحت لنا الموضوع وطرحنا الحلول وطرحت مع المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وعلى رأسهم معالي الأخ الوزير الدكتور عبد الله سلام اسمه عبد الله لملا والدكتور محسن سلامة حسين بسلامة، وألقينا عليهم من قبل سنة كاملة وطرحنا موضوع وطرحنا حلول أنه يجب على الحكومة الشرعية أن تنتبه لهذه الشريعة وأن تبحث عن مصادر لإيصال رواتب هؤلاء الموظفون وهؤلاء الأكاديميون وهؤلاء المعلمون والمعلمات من أجل أن يستمروا في هذه الجبهة، وهي جبهة خطيرة جدا. وإذا تخلينا عن هذه الجبهة فإننا سنهزم لسنوات طويلة، سنعاني وسيعاني اليمن وسيعاني الشعب اليمني والجيل القادم سيعاني من هذا التجريف ومن هذه الأفكار المتطرفة التي تزرع الآن في عقول الطلاب والنشء لسنوات قادمة. إننا يجب أن نبحث عن حلول، وألا تكون هذه الحلول عبر المنظمات الدولية التي تتواطأ مع الحوثيون
تتواطأ مع الحوثيين كما حصل في العام الماضي عندما سلمت الدول التحالف قرابة 70 مليون دولار إلى منظمة اليونيسيف، وإذا بها في نهاية المطاف توصلها إلى جماعة الحوثي ولم تصل إلى المعلمين. نعم. والمعلمات. نعم. طيب أرجو أن تبقى معي دكتور. أستاذ عبد الرحمن، كيف يمكن حماية هذه الشريحة الواسعة أو هذه الجبهة التعليمية من عدم الاختراق، من عدم المساس بها، من عدم استمرار طغيان هذه الميليشيا وتعنتها بحق هذه الشريحة؟ أخي العزيز، أنا ربما أكون أكثر تشاؤمية في ظل غياب الدولة، وأنا أكد وأكرر على ضرورة حضور الدولة. نعم. لأنه في ظل غياب الدولة المدرس، أضف إلى ذلك ولي الأمر، أضف إلى ذلك غياب منظمات المجتمع المدني بحكم بطش الحوثيين لهذه المنظمات، يعني الحوثيين لا يسمحوا لأحد أبدا أن يدلي بدلوه ويدلي برأيه أو يحاول أن يغير في طريقة تعاملهم مع الملف التربوي. ناهيك على أنه وزير التربية والتعليم أعتقد أنه لم يدرس حتى صف أول ابتدائي، وزير التربية والتعليم اللي هو رأس قمة وزارة التربية والتعليم، أنا أتكلم على يعني في مناطق سيطرة الحوثيين، لا غير حاصل على شهادة أول ابتدائي، فبالتالي كيف تتوقع من تعليم يقوده شخص مثل هذا الشخص؟ طيب مسألة حماية هذه الشريحة، يعني من يتحمل المسؤولية؟ لدينا الآن أكثر من جهة، لدينا تحالف، لدينا حكومة، لدينا أمم متحدة، وكل يدعي وسيطر على اليمن، من يتحمل المسؤولية؟ تقاطعت المصالح، أنا أقول لك تقاطعت المصالح للأسف بين التحالف وبين الشرعية وبين وصارت الآن معارك جانبية في أطراف الشرعية، والتهى الناس على مقارعة الحوثي ومحاربة الحوثي. الآن الحوثي يسرح ويمرح في مناطق سيطرته وعنده قناعة أنه جالس إلى أمد بعيد، يعني ما في طرف ند له. يعني أنت لا تلاحظ الآن تقريبا لنا إلى 5 سنوات لم تتقدم الجبهات شبر واحد، يعني لك أن تنظر في جبهة تعز، في جبهة الضالع للأسف، شو عندما توفرت الإرادة في جبهة الساحل على سبيل المثال، أعتقد أنه خلال أسبوعين تم السيطرة من المخا وحتى يعني داخل مدينة الحديدة عندما توفرت الإرادة. أضف إلى ذلك في معارك الفاخر قبل أسبوع عندما توفرت الإرادة سرعان ما سيطر الجيش على مناطق كبيرة والآن على تخوم محافظة إب. نعم. لكن بالمقابل أنا أعتقد أنه غياب الحكومة الشرعية، وأضف إلى ذلك أعتقد أن التحالف له مصلحة أن الحكومة الشرعية تظل في هذا الحال، فبالتالي قد أكون أكثر تشاؤما في ظل الحوثي يعبث ولا أحد ممكن يكلمه خلال فترة، هكذا هو يعني مقتنع. سيندحر ما زال الرجال موجودين في مختلف الجبهات. المسألة مسألة وقت أستاذ عبد الرحمن. أنا كنت آخر من جاء من صنعاء، والله الناس في وسائل المواصلات تتوق للتخلص من الميليشيات الحوثية، في المجالس العامة الناس تتوق، لكن الخوف وبطش الميليشيات الحوثية. لا بد للظلم أن يندحر، ولا بد للظلمة أن يذهبوا إلى مزبلة التاريخ. أعود لك إذن دكتور حسن القطوي، يعني مسألة أنه كلما حاول الحوثي وميليشيات الرجعية المتخلفة بث سمومها بين أوساط الشباب والنشأ كلما قوبلت برهط شعبي، يعني اليوم نتحدث عن 4 أو إلى 5 سنوات والحوثي ليل نهار يكرس ثقافة العنصرية المقيتة والرجعية والتخلف عبر وسائل الإعلام والإذاعات والصحف التابعة له. لا شك فيه أخي الكريم، وأنا أتفاعل إذا كان الأخ ينظر إلى الموضوع نظرة تشاؤمية، فإننا نقول أن الشعب اليمني عصي على هذه الأفكار وعلى هذه التصرفات العنصرية التي يواجه بها. فإذا كان الطلاب والطالبات هم من يواجهون في هذه الميليشيات بعد 5 سنوات، وإذا بالميليشيات هذه الحوثية تشعر بأن بخيبة أمل وأنها لم تحقق شيئا، يذكر أمام صمود أبناء الشعب اليمني البطل في كل جوانب الحياة. إن الشعب اليمني مهما طال عليه الزمان ومهما تصرفت هذه الميليشيات بصورة ممنهجة وبصورة فجة أمام أبناء الشعب اليمني، فإن الشعب اليمني عصي. وما نشاهده اليوم، وأنا أقولها وبوضوح وبصراحة، أن مصير الميليشيات إلى زوال، وما نشاهده اليوم في العراق من ثورة عارمة تقتلع هذه الميليشيات وتقتلع هذه الأفكار، ستعود إلى اليمن وكما هي في لبنان ستعود إلى اليمن وتقتلع هذا الفكر العنصري الطائفي الذي
لا يؤمن بالتعايش ولا يؤمن بحق الناس في الحياة وحق المواطنة المتساوية. نعم. قد يختلف الناس سياسيا نوعا ما، لكننا في نهاية المطاف نظل يمنيين. نعم. واليمنيون لا يمسون ولا يتجاوزون الثوابت، وهذا ما عهدناه في الفترة الماضية أيام حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح. كانت الأحزاب السياسية تنقسم سياسيا، تختلف في بعض الأمور وتتفق في بعضها، لكننا لم نلاحظ ولم نشاهد أن أحدا من هذه الأطراف اعتدى على المناهج التعليمية. لم نشاهد أحدا قام بفصل المعلمين والمعلمات وإخراجهم من وظائفهم. لم نشاهد هذه الأمور إلا من قبل هذه الميليشيات الطائفية العنصرية، وهذا يدل دلالة واضحة على انهزاميتها وعلى خوفها الشديد من أبناء الشعب اليمني، وإلا لما تصرفت هذه التصرفات الهمجية. نعم. لأنهم يشعرون أن الحائط الصد الذي يقف أمام أفكارهم العنصرية هم المعلمون. نعم. هم الأكاديميون. طيب دكتور، هم المثقفون في كل مكان. دكتور، نحن نتحدث عن كارثة اليوم حقيقية، يعني كارثة إنسانية. 1500 هذه من أمانة العاصمة كما يقول ضيفي تم فصلهم، يعني نتحدث عن كارثة 1500 أسرة. إذا ما يعني قلنا تقريبا في كل أسرة 5 أفراد، نتحدث عن 7500 فرد. يعني هؤلاء من سيستوعبهم؟ كيف يتم إيصال مظلوميتهم إلى المجتمع الدولي؟ نعم. الكارثة أكبر من ذلك بكثير أخي الكريم. إذا كنا نتحدث عن هؤلاء 1500، فإننا يجب أن نتحدث عن 137,000 معلم ومعلمة حرموا من رواتبهم لأكثر من 3 سنوات، وهذه السنة الرابعة. عندما نتحدث عن هذا، أين المرتبات طوال السنوات الماضية، يعني طوال السنوات الأربع الذي مرت، ونحن لم نجد من هذه العصابات إلا كل التصرفات الهمجية التي تمس حياة اليمنيين بشكل عام. نعم. وتمس القطاع التربوي والأكاديمي والقطاع الصحة وكل القطاعات العاملة في اليمن هي محرومة أساسا من رواتبها. نعم. طوال هذه السنوات. نعم. هذا ما تسعى إليه الميليشيات ما دخلت بلدا إلا وهدمته، ما دخلت في مكان إلا وزرعت فيه الفرقة والطائفية والعنصرية. نعم. أعود لك يا أستاذ عبد الرحمن، إذا ما تحدثنا كما ذكر ضيفي عبر الهاتف أنه أكثر من 137,000 يعني أسرة لنقل، كيف يمكن حماية هذه الشريحة؟ أو أنه الميليشيا الحوثي مصرة على ضرب هذه الشريحة وعلى امتهانها وعلى ضعفها، يعني ما الذي سيكون الرهان عليه طالما وهذه النخب هي التي يعني تحمل مشاعل النور والوعي والتثقيف والتنوير وتحصين الشباب والأطفال من هذه الأفكار؟ أستاذي الأخ الدكتور وكيل الوزارة يبدو أنه يشكي، يعني مثل ما أنا أشكي، مثل ما كثير من المدرسين يشكوا، يعني هو أعتقد موظف حكومي، وأنا أتكلم عن دور الحكومة ولازلت أتكلم عن دور الحكومة. بإمكان الحكومة استيعاب كمية كبيرة من المدرسين. أنا يتواصلوا معي كثير من المدرسين ومن مدراء المدارس، وعندهم القناعة للخروج إلى مأرب، إلى أي محافظة تقع تحت سيطرة الدولة للعمل فيها، لأن الناس ذاقت ذرع، يعني يريدون ضمان من يعطيهم رواتبهم. أنا أتكلم مع كثير من المدرسين وأحاول إقناع مدرسين، يقول لي يا أخي فين أروح أنا، فين بتوديني؟ يعني أنا الآن إذا رحت مأرب، أنا وديت على فكرة في معي أحد أصدقائي تماما، رجل مثقف وحاصل على المركز الأول في أوكرانيا، وديته على أساس لمأرب، للأسف شهرين في مأرب يبحث على عمل، شهرين، مع أنه موظف في إحدى مناطق سيطرة الحوثي، لكن أقنعته وبالأخير اقتنع لأنه ما كان عنده قناعة يجلس في المناطق في مناطق سيطرة الحوثيين. وصل إلى مأرب شهرين متابعة من هنا إلى هنا، وأعتقد كانوا يقولوا له روح جيب لنا مذكرة من رئيس فرع فراغ، أنت كملها حسب ما شئت يعني. فبالتالي للأخير رجع وعاد، والآن في مناطق سيطرة الحوثيين، لا حول له ولا قوة. أنا أكلمك. نعم. على عشرات المدرسين. طيب، مسألة المساعدات أحيانا التي تأتي من التحالف بين المجتمع الدولي والأمم المتحدة التي أيضا تحولت إلى متسولة، ودائما نطرح هذا الموضوع باسم الشعب اليمني، كيف يمكن إيصال هذه المبالغ إلى يعني التربويين بعيدا عن أو بما يضمن عدم وصولها إلى يد ميليشيا الحوثي؟ أخي، ما هي الإجراءات؟ ما هي الطرق الكثيرة بداية؟ أعتقد 70 مليار اللي قالها الدكتور قبل قليل
بالفعل وصلت، لكنها الكشوفات والمرتبات وصلت إلى يد الحوثي واعتمد كشوفات خاصة به غير كشوفات المدرسين المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم ما قبل 2014، وقام بصرف المرتبات عبر مصارف الكريمي والمصارف الأخرى لكشوفات أعدها هو خاصة بمدرسين يعني يواكبوا فكره السلالي. نعم. طيب الدكتور، إذا ما تحدثنا عن هذه الإشكالية القائمة أنه هنالك تربويين يتوقون للخروج من المحافظات التي تحت بطش الميليشيات، لكنهم يصطدمون أيضا بعدم اللامبالاة أيضا من الأجهزة الحكومية والمؤسسات في المحافظات المحررة. بارك الله فيك وفي ضيفك الكريم. أنا أختلف مع الأخ في قضية أنه نحن نحمل الحكومة ونريدها أن تعطي للمعلمين رواتبهم وهم في مناطقهم، لأننا لا نريد أن نترك هذه المحافظات والكتلة السكانية الحرجة أن نتركها لهذه الميليشيات الطائفية ونترك أبنائنا الطلاب وهم يمثلون نسبة كبيرة من يعني تقريبا بحدود 60% من عدد طلاب اليمن، لا يمكن أن نتركهم لهذه الميليشيات. هذه النقطة الأولى. ونحن طالبت الحكومة وطالبت الوزارات وأطرح دائما أن على الحكومة أن توفر مرتبات الأكاديميين والمعلمين في جميع محافظات الجمهورية. نعم. ولا أستوى أنا موظف، أنا موظف ولا أستلم حتى الآن راتبي، أنا من جملة المهجرين ولا أستلم حتى راتبي الذي لا يساوي شيئا. نعم. يجب أن يفهم الأخ العزيز عبد الرحمن أننا نقف في وجه هذه الميليشيات وأننا يعني لسنا ممن وصلتهم حتى رواتبهم، لا من الشرعية ولا من هذه المناطق العصابات الانقلابية. نعم. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، قضية ما يذكر الأخ عبد الرحمن أن موضوع 70 مليون الدولار أنها وصلت بكشوفات إلى، لا أنا أقولها وأنا مسؤول عن كلامي. ما وصل فيما في حدود اللي بعض المعلمين الذين عدت بهم كشوفات بما يوازي في حدود 100 دولار فقط من 500 دولار، أما بقية المبلغ فلم يصرف وإنما استفادت منه جماعة الحوثي في شراء بعض الأسلحة. نعم. التي كانت تنقصها. طيب كيف يمكن حل هذه المشكلة دكتور؟ ما هي المعالجات دولار. ما هي المعالجات الكفيلة بأنه هذه المبالغ التي تأتي أو ستأتي لنقل تباعا لهذه الشريحة المهمة في المجتمع أن تصل إلى مستحقيها؟ ألا توجد أي إجراءات أخرى كفيلة بذلك؟ نعم. أنا مع وجه نداء الحكومة الشرعية وإلى دول الصديقة والشقيقة أن عليهم أن يبادروا وأن يعني أن يدعموا هذا الجانب وأن يدعموا الجانب التعليمي بالذات، وأن نوفر جميع المعلمين والمعلمات، أن نوفر رواتب كل القطاعات المدنية، لأننا مسؤولون عن هذه الشرائح كلها في اليمن. هذه كارثة حلت بأبناء اليمن. إذا كانت المنظمات تكتفي بقضية ذكر بعض المآسي وأن هناك أكثر من 8 مليون يعانون من الفقر المدقع ووصلوا إلى حد الجوع، أين هي المبادرات من قبل هذه المنظمات؟ أين المؤتمرات؟ مؤتمر الاستجابة الإنساني الذي جمع في حدود 3 مليار دولار في العام 2018 و2019، أين تذهب هذه الأموال وأين مصيرها؟ ولماذا لا توفر هذه الأموال لصالح هذه الشرائح؟ نحن لا نريد صدقات وتوزيع بعض أكياس القمح والدقيق الذي أصبح فاسدا في معظم الأحيان بسبب سوء التخزين وتقطع الميليشيات. نريد أن الشرائح المجتمعية وهم الموظفون يجب أن توفر رواتب المعلمين وكذلك الموظفين في جميع القطاعات في جميع المحافظات، لأنهم هم يعولون أسر، وسنخفف بهذا الإجراء كل المعاناة التي يعانيها كثير من الأسر بما فيهم أصحاب الضمان الاجتماعي، أن توفر رواتبهم. نعم. ومستحقاتهم المالية، وبذلك نكون وصلنا إلى حلول حقيقية وحلول صحيحة. أما أننا نظل يعني الميليشيات تتقطع للإيرادات حق الاتصالات، إيرادات الاتصالات وإيرادات الموانئ وإيرادات الضرائب والجمارك وعملت لها ميناء في دماء، هذه كلها يعني عبارة عن يعني نهب ومنظم من قبل الميليشيات.
نعم. يجب على المجتمع الدولي أن يقف وقفة صادقة، وإلا فهم شركاء. أشكرك فيما يعاني منه الشعب اليمني. أشكرك الدكتور حسن القطوي مستشار وزارة التربية والتعليم، كنت معي عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. هل من رسالة أخيرة أستاذ عبد الرحمن؟ مشكور أخي، وأكرر شكري لقناة اليمن اليوم، ونتمنى أن يكون لقاءنا القادم في العاصمة صنعاء ونحتفل بالنصر من العاصمة صنعاء، أتمنى ذلك إن شاء الله. أشكرك أستاذ عبد الرحمن العودي ناشط حقوقي، كنت معي عبر رقم صناعي، شكرا جزيلا لك، وشكر موصول لكم أينما كنتم، وجمعتكم أيضا مباركة مجددا، إلى اللقاء.